فيك. دكتور، نرجع، كيف اليوم نقتدي وكيف نستوحي من أفكار وإصلاحات من كل هاي القصص والتي وصلت إلينا من هذه الشخصية العظيمة؟ دور الإمام علي عليه السلام بالمشروع الإلهي، بمعنى أنه دور الإمام علي عليه السلام في التثقيف باتجاه العدالة، العدالة والإصلاح. طبعا عندما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كانت جديدة عن الإسلام، يعني اليوم احنا مو ننظر وكأنه أشياء نعرفها، في وقتها ما كانوا يعرفون، كثير منهم ما كانوا يعرفون حتى أبعاد الشريعة، شكل الدولة التي يريدها الله سبحانه وتعالى ضمن المشروع الإلهي ما كانت واضحة. علي سوف يتلو سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر، كتاب الله ينهى ووحي الله يسحى، سلام هي حتى مطلع الفجر.